بكم من القاهرة بيبدأ معكم من الآن ويستمر قرب منتصف ليل القاهرة. هيكون لينا ما في من القاهرة اليوم حوارين رئيسيين. حوار بيتحدث عن علاقات وطيدة تربط ما بين بلدين شقيقين عربيين مصر وتونس، وتاريخ مشترك من العلاقات الثقافية وأيضا التاريخ الذي ربما يضرب بجذوره من عصر الفاطميين الذين انتقلوا من المهدية في تونس إلى العاصمة في القاهرة، وكيف كانت الزيتونة في تونس وجمع الزيتونة مهد للحضارة الإسلامية والديانة الإسلامية بوسطيتها وانتقلت إلى الأزهر الشريف. مصر وتونس ليس فقط في التاريخ، لكن مصر وتونس أيضا في الأحداث القريبة. مصر وتونس، ثورة الياسمين وثورات الربيع العربي اندلعت في تونس أولا، ثم في 25 يناير عام 2011 في مصر. أيضا تاريخ مشترك وتحديات مشتركة سواء على المتصدي المستوى الأمني، وعلاقات ممتدة ليس فقط في الماضي لكن أيضا بتنظر إلى المستقبل من حيث الاشتراك في نوع من التعاون الاقتصادي والثقافي وأيضا الاستثماري في الأشهر القادمة. إذن سعادة السفير نجيب المنيف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية، ضيفي في هذا الحوار الأول في من القاهرة. مصر والاقتصاد، الإصلاحات الاقتصادية، الكثير من الجوانب التي تمت من خلال قرارات للمجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية المختلفة، رفع الدعم جزئيا عن الوقود، وأيضا بعض الإجراءات الخاصة بعملية إصلاح اقتصادي، الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ووصولها إلى مصر وتوجيهها إلى الصرف في الموازنة العامة للدولة. كل هذه الأمور تأثيراتها المختلفة سواء على نواحي الاستثمار والاقتصاد في مصر بشكل عام، وأيضا تأثيرها على المواطن بالطبع اللي وقعت عليه بشكل مباشر، خاصة في الطبقة الوسطى محدودي الدخل، وحماية الشبكة الاجتماعية أو إقامة شبكة اجتماعية سليمة في هذا الوطن. ما على هذه الإصلاحات من تحديات، وكيف تلقى على المواطن المصري بشكل مباشر، ومتى يجني ثمارها الإيجابية؟ كل هذه الأمور نناقشها مع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ضيفي في الحوار الثاني في من القاهرة. دي مجموعة من أخبارنا اللي بمر بيها على أحداث اليوم واللي كان أبرزها سواء بالأمس أو النهاردة. العفو الرئاسي ومن شملهم قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي من المحبوسين بأحكام نهائية. أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة عن الشباب ال 82 اللي شملهم قرار العفو الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصطف أهالي الشباب منذ الصباح أمام منطقة سجون ترى لاستقبال أبنائهم مرددين الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي. قال الأهالي إن قرار العفو الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق أبنائهم أعاد لهم الحياة من جديد، مؤكدين أن أبنائهم سيعملون على المشاركة في بناء مصر الجديدة التي يحلم بها الجميع. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر أمس قرارا رئاسيا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين بالسجون ضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر الشباب الأول اللي عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرا. قائمة المفرج عنهم تصدرها عدد من الطلاب، سمن المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد هذه القائمة التي شملها عدد كبير من الطلاب بموجب هذا العفو الرئاسي. وكتب أبو زيد في تغريدة اليوم على حسابي على موقع التواصل الاجتماعي التويتر: في اليوم الدولي للطلاب نثمن حرص اللجنة الرئاسية للعفو عن الشباب على تصدر الطلاب قائمة المفرج عنهم بهذا القرار الرئاسي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر الخميس كما ذكرنا هذا القرار بالعفو الرئاسي عن عدد 82 من المحبوسين بأحكام نهائية.
مصدر أمني بوزارة الداخلية أكد أن التحقيقات ما زالت جارية مع معاون مباحث قسم شرطة الأميرية للوقوف على ملابسات مصر أحد المتهمين بعد القبض عليه. أضاف المصدر الأمني في تصريح له اليوم أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وجه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بعرض نتائج التحقيقات مع الضباط أو الضابط المقبوض عليه فور الانتهاء مباشرة من هذه التحقيقات، لافتا إلى أن التحقيق مع الضابط هو إجراء إداري داخل الوزارة يسير جنبا إلى جنب مع تحقيقات النيابة العامة في الواقع. أكد المصدر الأمني أن التحقيقات مع الضابط تسير بمنتهى الشفافية، وشدد على أنه في حالة إدانته فإنه سيتم اتخاذ اللازم قانونا نحو مباشرة هذه الأفعال، مشددا على أن وزارة الداخلية لا تتستر على أي مخطئ. مرة أخرى بنشارك أهالي من تم الإفراج عنهم، 82 من المفرج عنهم اليوم خرجوا بالفعل لأهليهم بموجب القرار بالعفو الرئاسي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة دي كانت فكرة خرجت في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، وكان في لجنة خاصة بتقصي الحقائق حول أوضاع المحبوسين، وقدمت الأسماء والبيانات الخاصة بهم لسيادة الرئيس لاتخاذ هذا القرار بالعفو الرئاسي. أستاذ محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الخاصة بالتحقيق في مسألة العفو الرئاسي ومن شملهم ينضم إلي عبر الهاتف، برحب بحضرتك. أهلا بك. تفاصيل الإنجاز اللي تم، اللجنة اشتغلت بوتيرة عالية جدا بعد مؤتمر شرم الشيخ ما كملناش شهر، قدمت الأسماء لسيادة الرئيس وكانت النتيجة المبشرة بخروج 82، تصدر القائمة الطلاب فيها. الحقيقة تفاصيل ما تم يا أستاذ محمد. هو الحقيقة منذ اليوم الأول في المؤتمر منذ أن طرح هذه الفكرة من خلال الدكتور صبري فتحي حرب، و الأستاذ الرئيس تحنس جدا لها وكان يعني لدي إرادة واضحة جدا في الإفراج عن مجموعات من الشباب الذين لم يتورطوا في العنف ويعني والعفو عنهم. بدأنا منذ أن كنا في المؤتمر نتلقى اتصالات ونتلقى طلبات من أهالي شباب محبوسين على قضايا تظاهر أو قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأيضا اللجنة منذ تشكيلها بدأت العمل وتتلقى الشكاوي من جهات مختلفة، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة قوى الإنسان في البرلمان، مراكز حقوقية مختلفة والأحزاب وقوى سياسية، وأيضا من خلال الإنترنت عن طريق موقع المؤتمر الوطني الأول للشباب والموقع البحث عليه رئاسة الجمهورية. جهات متعددة يعني، وبالتعاون تم بين الشباب وبين وزارة الداخلية وبين وزارة العدل، وكان في تعاون حقيقة من مؤسسات الدولة بشكل كبير في توفير المعلومات الناقصة للجنة. والحمد لله كان يعني الخطوة الأولى، لأن دي القائمة الأولى وهناك قوائم أخرى هتيجي لاحقا شغالين عليها يعني، فأول قائمة ثانية تظهر النور قريبا يعني بإذن الله. ويعني إنه يبقى في شاب مصري لم يتورط في عنف ومديله فرصة أخرى تأديري ده أفضل كثيرا من إنه يفضل موجود. قد إيه من الطلاب في القائمة الأولى يا أستاذ محمد؟ قد إيه من القائمة الأولى 82 قسم، 33 منهم طلبة جامعة. 33 طلبة جامعات، وكان صادر بشأنهم أحكام نهائية، يعني الحبس كان منفذ بأحكام نهائية. جميعهم كان صادر بحقهم أحكام نهائية، أحكام بس ونهائية، علشان ينطبق عليهم المبدأ الدستوري بتاعت 155 العفو عن العقوبة واستكمال صلاحيات الرئيس للعفو عن العقوبة. نعم، حضرتك بتقول إن دي القائمة الأولى وما زالت تحقيقاتك أو تقصيقه على بعض الأسماء الأخرى ما زالت مستمرة؟ خلينا بس نقول إن دي لجنة لفحص، ما نستخدمش تعبير تحقيق، لفحص حالات الشباب. لجنة للبحث، تمام. وفي النهاية هذه لجنة استشارية، أنا بس اسمح لي من خلال التلفزيون الرسمي إني أقول أن هذه اللجنة لجنة استشارية لا تتدخل في أعمال القضاء، كل أعضاء هذه اللجنة يقدرون القضاء المصري تقديراً بالغاً ويحترمون ويحترمون أحكامه، ولكن إحنا هذه اللجنة الاستشارية ليست
غير طبيعه من الزنا وليست غير طبيعه قضائيه، هي فقط تقدم تقريرها بس باعاده فحص حالات ترى انها لم يمارسوا العنف، فبنديلهم فرصه ثانيه بان استخدام حق العفو الذي هو حق دستوري به رئيس الجمهوريه. نعم. ولذلك عمل اللجنه يتم في اطار القانون والدستور، ولا وصايه من اللجنه ولا احد على السلطه القضائيه وعلى السلطه القضائيه اللي هو مستقل استقلال كان. يعني حبيت بس اؤكد على هذه النقطه. انا بشكرك. لجنه بحث وهي لجنه استشاريه وفقط بتنظر في امر اعطاء الفرصه مره اخرى وفق ما يرتاه سياده الرئيس لما قدم له من اسباب الحبس والحكم والاسماء اللي قدمت اليه. انا بشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعضو لجنه العفو الرئاسي. مرة أخرى نعود إلى خبر وزارة الداخلية والأحداث اللي تمت في قسم الأمرية واللي أكدت فيها لجنة لقيادات الداخلية والقائمين على إدارة القسم بأن لجنة حقوق الإنسان بكامل أعضائها حريصة كل الحرص على متابعة التحقيقات لحين ظهور الحقيقة دون النظر إلى أي اعتبارات. سيادة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بيك سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الخير يا سيادة النائب. تفاصيل التحقيقات وكيف تسير لكشف الحقيقة يا فندم؟ والله احنا النهاردة يعني لجنة حقوق الإنسان احنا خدنا قرار من امبارح ان احنا لازم نروح زيارة مفاجأة للإسم، ومعانا طبعا السادة نواب الدائرة ودائرة الشرعية. والحقيقة لما رحنا هناك كان احنا مش بنباشر طبعا دور النيابة والقضاء، ولكن بنباشر دورنا الطبيعي ولا هو وهو دور الرقابي. احنا رحنا عشان نتأكد. نعم. تأكدنا فعلا أن تحقيقات النيابة بدأت وأن هناك قرارات للنيابة وأن الضابط اتقدم للتحقيق في النيابة العامة وصرفوه لحين ورود تقارير الطب الشرعي، تقارير المعمل الجنائي، التقارير الخاصة بالكاميرات اللي هي الخاصة بالكاميرات الاسم، وأيضا تحققنا من قيادات الوزارة متعدي أول الوزير أن الضابط وبعض المأمورين اللي كانت ضبطت المتهم تم اتخاذ اجراءات قانونيه معاهم من قبل الاداره العامه للتفتيش والرقابه، بدا التحقيق فيها فعلا. واحنا متبنين هذه القضيه لان هذه القضيه لا تمس مجدي ماكين، يعني اللي انا بقدم لاسرته خالص العزاء، انما بتمس شريحه كبيره جدا من المصريين. مش عايز اقول لحضرتك بتمس المصريين جميعا، لان قضيه حقوق الانسان هي قضيتنا والشغل الشاغل لينا الذي سوف نسعى وراه دائما من اجل تحقيق حقوق الانسان والكرامه للمواطن المصري اللي احنا بنحرص عليها جدا. نعم، انا بشكرك يا سياده النائب، وبالطبع متابعتكم هتظل مستمره في القسم ومتابعه التحقيقات المختلفه لحين تكشف الحقيقه. سياده النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، جزيل الشكر لحضرتك. الخبر الأخير معنا قبل الإطلالة الحوارية اللي هتبدأ معكم بعد قليل بأنه إصلاحات تمت الحقيقة في كوبري أكتوبر لإصلاح بعض الفواصل، حصل نتيجة هذه الإصلاحات نوع من الكثافات المرورية اللي شهدها المرور اليوم، وكان فيها علامات استفهام كتير ليه يوم الجمعة يوم أجازة يتم فيه كثافة مرورية بمثل هذه الأعداد الكبيرة في الشوارع. بيتم حاليا إصلاح الفواصل على كوبري 6 أكتوبر تحديدا في منطقة تحرير إلى مدينة نصر، وده اللي تسبب في الكثافات المرورية على الكوبري. وبعد هذه الإصلاحات أو الانتهاء من الإصلاحات سيتم تحقيق نوع من السيولة في المرور. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. برحب بحضرتك سيادة اللواء. اهلا بيك يا فندم. تفاصيل الاصلاح يا فندم وهينتهي امتى؟ هو بالفعل في تصليح حاليا لفواصل كوبري 6 اكتوبر تحديدا اعلى منطقه غنره المتجه من مدينه نصر اتجاه مناطق الشرق مدينه نصر ومصر الجديده، وده عامل كثافات مروريه حاليا، وان شاء الله عمليه الاصلاح دي هتنتهي باكر الساعه 10 صباحا، باكر ان شاء الله 10 صباحا، لكن مع الاسف الشديد هذه الاصلاحات عامله كثافات مروريه حاليا، هذا بالاضافه لانه في الاتجاه الاخر القادم من مدينه نصر اتجاه مناطق الوصلة المعلقة ومنطقة رمسيس في حاليا منذ قليل كان في حادث مرور بين سيارتين ملاكي نتيجة لرعونة في القيادة ولعدم التزام بالسرعة المقررة على كوبري 6 اكتوبر، عملت حادث مرور ادت الى شبه التوقف كذلك بالنسبة للاتجاه الاخر على وجه السرعة. الجهة الادارة العامة لمدن القاهرة قاموا بسحب السيارات عرفية ونشر المرور الى مسطح الارضي وتجنبها على يمين الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية، وبيتم الان
تسييب الحركة المضيئة والعمل على تقليل تلك الكثافات المضيئة. عايزين نوضح للساده المشاهدين ان في مضارات موجودة اعلى قرب 6 اكتوبر وان السرعة المقاربة اعلى المسطح العلوي قرب 6 اكتوبر 60 كيلومتر في الساعة ما عدا المنطقة المحصورة من الوسط المعلقة حتى رمسيس في الاتجاهين 40 كيلومتر في الساعة بالإضافة إلى مطارة ومنازل. طيب في مسارات بديلة يا فندم ولا هي الفواصل وإصلاحها مش منع المرور لكن فقط مجرد كثافة مرورية في المنطقة اللي فيها الإصلاح؟ هو طبعا من الأفضل حضرتك النهارده يوم الجمعة إجازة رسمية من الأفضل طبعا استخدام المسطحات الأرضية نظرا للمسطحات الأرضية ليها مميزات عن التبني بصفة عامة من خصوصا من عدد الحارات أو الشوارع الجانبية أو الشوارع الفرعية. فطبعا المسطحات الأرضية بالنسبة لشارع رمسيس ومنه إلى مناطق ممكن ناخد بعد ذلك كوبري الحدايق أو كوبري العباسية. لكن أعلى الكوبري مش مغلق بشكل كامل. لا مش مغلق يا فندم. لا هي صح فواصل مغلق بس. وبرضه عايزين نوضح للسادة المشاهدين اللي هم محتاجين الصفة وخاصة الجمعة والسبت إجازة رسمية إن اعتبارا من الساعة 12 ليل اليوم هيتم إغلاق جزئي لطريق مصر اسكندرية الزراعي بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية الكوبري بركة السبع في الاتجاهين ودي هتكون لمدة 20 يوم وهيكون في خدمات مرورية منتشرة بنفس الموقع لتسهيل الحركة المرورية بالإضافة إلى علامات الإرشادية بمحيط الأعمال وذلك لتسهيل الحركة المرورية وكذلك إرشاد المواطنين. ده إغلاق جزئي لمدة 20 يوم على طريق مصر اسكندرية الزراعي. تمام. لكن الفواصل وإصلاحها الانتهاء منها هيكون الساعة 10 الصبح. 10 صباحا السبت إن شاء الله. بشكر حضرتك سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا لحضرتك. انتهت مجموعة أخبارنا في ميناء القاهرة النهاردة، حوارنا مباشرة مع سعادة السفير نجيب المنيف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة وعضو تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية بعد لحظة. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس رسالة أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أثناء مشاركتها الأسبوع الماضي في أعمال لجان المتابعة الوزارية المصرية التونسية ومنتدى الشراكة المصرية التونسية بالعاصمة تونس. وخلال زيارتها لتونس أكدت نصر أهمية زيادة التعاون بين مصر وتونس بما يعكس العلاقات القوية بينهما في كافة المجالات، مؤكدة في الوقت ذاته دعم الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والعمل على إزالة المعوقات كافة أمام تيسير حركة تدفق التجارة والاستثمارات بينهما. وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا حقيقيا ونموا للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. كانت العاصمة التونسية شهدت الأسبوع الماضي اجتماعات للجنة المتابعة الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي سحر نصر عن الجانب المصري ووزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري. كما شهدت العاصمة تونس أيضا أعمال منتدى الشراكة المصري التونسي بمشاركة رجال أعمال ومسؤولين حكوميين من البلدين. علاقات مصرية تونسية وطيدة ومشتركة بتضرب بجذورها في التاريخ وتمتد إلى أفاق من المستقبل تحاول فيها كل من مصر وتونس التغلب على تحدياتها المختلفة التي فيها أيضا القواسم المشتركة. يشرفني بالحضور أرحب بسعادة السفير نجيب المنيف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية. أرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. سعادة السفير، مصر وتونس علاقات تاريخية وثقافية ودينية وامتداد بالتاريخ وامتداد قادم في علاقات للشراكة. كيف ترى هذه اللمحة التاريخية التي جمعت ما بين مصر وتونس في العديد من المجالات في البداية؟ العلاقات بين تونس ومصر علاقات تاريخية وطيدة وعريقة تمتد إلى العديد من القرون، وهي علاقات
سياسية وثقافية وحضارية، وكذلك تواصل مستمر بين الشعبين الشقيقين، وجمعتنا العديد من المحطات. فتونس لها تاريخ طويل على امتداد 3000 سنة، ومصر لديها تاريخ على امتداد 5000 سنة. إذن نحن ضاربين في القدم ونعتز بكل المحطات، من قرطاج إلى فصر مصر العهد الفرعوني، إلى العهد الإسلامي، إلى علاقات في عصر النهضة والإصلاح والتسامح، وخاصة أنه بلدينا عرفنا نفس التحديات على امتداد العقود الأخيرة. إذن هذا بالنسبة للماضي. بالنسبة للحاضر، نسعى إلى مزيد توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والشبابية، وتجسد ذلك في العديد من الاجتماعات على المستوى الثنائي، آخرها زيارة الدولة التي أداها السيد رئيس الجمهورية التونسية لباجي قائد السبسي في شهر أكتوبر الماضي بدعوة كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت زيارة متميزة أسفرت عن خريطة طريق وتوجهات تخدم مصلحة البلدين بعقلية تكاملية. وقد شهدنا طيلة هذه السنة 2016 تنفيذ لهذه التوجيهات ولهذه خارطة الطريق، تجسمت في انعقاد العديد من اللجان والاجتماعات الوزارية في مختلف المجالات، وتنسيق مستمر على مستوى وزيري الشؤون الخارجية بالنسبة للسياسة الخارجية. لقاءان تم هنا في القاهرة بين وزيري الشؤون الخارجية، وتونس تتحمل رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية، فكل مناسبة يتواجد فيها السيد وزير الشؤون الخارجية التونسي إلا ويلتقي بنظيره في إطار تنسيق المواقف على الصعيد العربي. نعم. وفي كل المجالات التي نرنو إليها. وكما تفضلتم في التقرير، انعقدت الأسبوع الماضي في تونس يوم 11 نوفمبر الفارط لجنة المتابعة التونسية المصرية، التي نظرت وقيمت مجالات التعاون المختلفة في إطار الإعداد للدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين، والتي نتطلع أن تعقد في القاهرة إن شاء الله في الربع الأول من سنة 2017. نعم. سعادة السفير، قبل التطرق للكثير من مجالات التعاون وكيف نعول عليها في المستقبل بين مصر وتونس، يجب أن نعود للوراء قليلا وكثيرا أيضا الحقيقة، سواء كانت ثورات العالم العربي كله ضد الاستعمار والمطامع اللي شهدها العالم العربي في الخمسينيات والستينيات، أو حتى في ثورات الربيع العربي واللي بدأت في تونس وكانت البكورة في ثورة الياسمين. مصر وتونس كان بينهم نوع من التقارب الزمني في اندلاع الثورتين 25 يناير، وكانت سابقة لها تونس بأسبوعين أو ثلاثة 14 في التقريب. نعم. خلت في تحديات مشتركة، وخلت نفس القضايا والشواغل اللي بتشغل مصر هي اللي بتشغل تونس. نفس السير السياسي صار، من استطاعوا أن يسرقوا الثورة ممن قاموا بها من أجل الإصلاح أو من أجل الكرامة والحياة الواجبة الاجتماعية والعدالة، ووصلت إلى الحكم بعض الجماعات الإسلامية التي حاولت بشكل أو بآخر أن تستولي عليه وتوجه بأفكارها المتطرفة الكثير من الأمور في الداخل، سواء في تونس أو حتى في مصر. كيف مرت تونس بهذه الفترة الحرجة واستطاعت أن تقف مرة أخرى تحت قيادة الباجي قائد السبسي؟ شكرا على هذا السؤال القيم. بالفعل التجربة التونسية طيلة 6 سنوات الماضية منذ سنة 2011 كانت تجربة سياسية ثرية جدا في تاريخ تونس، خاصة ما بعد الثورة، التي جاءت الثورة التونسية بدون قيادات، كانت الثورة نابعة من مطالب شعبية
في مزيد من الكرامة والتشغيل والمشاركة السياسية والتشاركية في كل مناحي الحياة. وأنتجت الثورة في تونس تجربة أقدر أن أقول أنها بكل افتخار تجربة رعدة، فقد توفقنا إلى صياغة دستور تقدمي أرسى دعائم الجمهورية الثانية، وتضمن جملة من القواعد التي أرست الدولة المدنية، وهذه القواسم المشتركة للشعب التونسي. فهناك خصوصية للشعب التونسي هو التمسك بهويته العربية الإسلامية، ولكن بالتمسك بتقاليده. فتونس أرض التسامح وأرض التآخي والوفاق خاصة، وهذا ما توفقنا إلى تسيمه على أرض الواقع. نعم. حيث تم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ناجحة أوصلت إلى إرساء برلمان تعددي وحكومة شرعية، والأهم الذي كسبناه هو التوافق. فقد بفضل حوار وطني جامع توفقنا إلى 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 إرساء دعائم التوافق الذي أصبح عنوان التجربة التونسية، وتحصلت تونس سنة 2015 على جائزة نوبل للسلام بعد أن توفق الرباعي الراعي للحوار إلى سياسة توافقية جنبت البلاد. هذا ما تفضلت به، جنبت البلاد الانحياز إلى ربما مسارات أخرى لا يرتضيها الشعب التونسي، وهي ما يميز التجربة التونسية. ولكن نتمنى على كافة الدول العربية أن ربما تسير على هذا النهج، وندفع بكل ما أوتينا من قوة إلى تعزيز هذا المسار في كل الدول العربية إن شاء الله. دول عربية كثيرة الحقيقة بتموج بالأزمات، وما زالت لا تقف بعد على أرجلها بشكل سليم، سواء عندما سنتحدث عن ليبيا، وبالطبع هي دولة الجوار والبعد الاستراتيجي الأهم، سواء بالنسبة لمصر أو حتى لتونس أو الكثير من البلدان العربية مثل سوريا أو اليمن أو ما وصلت إليه حتى العراق. الشعب التونسي شعب ودود وقريب من الملامح المصرية في كثير من العادات والثقافات المختلفة. اسمح لنا سعادة السفير، احنا هنتكلم بشكل أكثر تبسط في الكثير من الأمور، لكن بعد متابعة موجز الأنباء. شكرا. مرة أخرى، علاقات مصرية تونسية تصل إلى أعلى مستوى من الشراكة والتعاون ما بين البلدين. أرحب بضيفي الكريم مرة ثانية، سعادة السفير نجيب المنيف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية. برحب بحضرتك سعادة السفير مرة ثانية في من القاهرة. سعادة السفير، كنا نتحدث عن الشعب التونسي وكيف يقترب من الشعب المصري في الكثير من العادات والثقافات، دول المغرب العربي ومصر. أكيد أنه فيه كما أسلفت القول فيه روابط بين المغرب العربي والمشرق العربي والشقيقة الكبرى مصر، وكان هناك دائما تواصل بين مصر وتونس. فبان كفاح تونس من أجل الاستقلال، هاجر الزعيم بورقيبة إلى مصر حاملا القضية التونسية من أجل التحرر ضد الاستعمار إلى الجامعة العربية هنا في القاهرة، ووجد كل الدعم من الأشقاء في مصر. بالرغم في ذلك الوقت سنة 47 كان الاهتمام منصب على القضية الفلسطينية، ولكن وجد الدعم وأقام الزعيم بورقيبة في القاهرة وفي الإسكندرية والعديد من القيادات التونسية التاريخية. وكذلك تم إنشاء سنة 1958 نجمة دول الاتحاد المغرب العربي من أجل الحصول
على الاستقلال. إذن الروابط بين تونس ودول المغرب العربي إجمالا ومصر عريقة، وهناك تواصل بين الأجيال، وفي الوقت الحاضر تتواجد العديد من الجاليات التونسية مقيمة في مصر، وترقى كل الاحترام، وهي مندمجة، والشأن كذلك بالنسبة للأشقاء المصريين في تونس. ونحن هنا في السفارة أبوابنا مفتوحة، ونعطي كل التسهيلات للأشقاء المصريين حتى يتحول إلى تونس. وأردت أن أؤكد أن هناك استثمارات عديدة تونسية في مصر، والعكس صحيح بالنسبة للأشقاء المصريين في تونس، ونتطلع إلى مزيد تدعيم الروابط الشعبية والروابط بين رجال الأعمال بين البلدين الشقيقين. إذا كلمنا عن حجم التبادل التجاري سعادة السفير بين مصر وتونس، بلغ نحو 181 مليون دولار خلال 9 أشهر من العام الجاري، وفي تنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين. لما حضرتك بتتكلم عن الاستثمار أو حتى الجهود المشتركة لرجال الأعمال، سواء بالعكس بين مصر وتونس في إقامة المشروعات هنا أو هناك، ماذا نقول؟ وما هي الأفاق لهذا التعاون وهذا الاستثمار بين رجال الأعمال التونسيين والمصريين؟ نحن لدينا قناعة بأن إلى جانب التعاون الرسمي بين البلدين، يظل للقطاع الخاص ولرجال الأعمال دور هام وأساسي، وهو رافد أساسي لدعم ما تقوم به الحكومتين لتنشيط الشراكة بين البلدين والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وإلى جانب اللجنة العليا المشتركة، واللجنة المشتركة انعقد في تونس منتدى لرجال الأعمال، وقمنا طيلة الفترة القادمة إلى إعطاء ديناميكية وتنشيط مجلس رجال الأعمال المشترك والغرفة المشتركة الاقتصادية التونسية المصرية، نتواصل معها، وتم التوافق على خارطة الطريق للبدء في إيجاد آليات لمزيد دفع التبادل التجاري في الاتجاهين، وتم إنشاء لجنة متابعة على مستوى رجال الأعمال وعلى مستوى اتحاد الغرف الصناعة والتجارة في مصر واتحاد الصناعة والتجارة في تونس وبين الغرف التجارية والصناعية. وبدأنا على مستوى رجال الأعمال بالتفكير في إنشاء مشاريع بين الصغار، المشاريع الصغرى، مشروعات صغيرة حتى تكون هي اللبنة الأولى. وحبيت أصحح أنه في أي المجالات بتنجذب تونس؟ في المجالات الصناعة التحويلية، الصناعات الميكانيكية، في الصناعات الغذائية. إذن خاصة أنه مثال في مصر فيها عدد من المستثمرين التونسيين لديهم تجربة هنا في مصر، وهناك استثمارات مصرية نسعى إلى مزيد تدعيمها، وخاصة أنه لدينا كفاءات كبيرة ولدينا آفاق وفرص مشتركة، وإحنا ندعو دائما رجال الأعمال إلى يكونوا أكثر جرأة، وندعمهم وندعم التواصل ما بيناتهم وخلق شراكات، لا سيما احنا عندنا تجربة كبيرة في إفريقيا، خاصة في الدول الفرنكوفونية، والشقيقة مصر عندها تجربة في الدول الأنجلوساكسونية في القارة الأفريقية، وتظل القارة الأفريقية قارة فيها فرص واعدة كثيرة. وندفع ونحث رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في القطاع الخاص إلى الاستثمار وإلى خلق شراكات انطلاقا من أسواقنا الاثنين تجاه قارة كبيرة، سواء بالبعد العربي أو البعد الإفريقي. نعم. وأردت أن أضيف عنصر هام، أنه كل من تونس ومصر قد أمضت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عديدة، وهناك مزايا يمنحها الاتحاد الأوروبي ما يعبر عنه بتراكم المنشأ،
وتم خلق منذ 10-15 سنة اتفاقية أغادير التي تضم الأربع دول الأولى جنوب لدول جنوب المتوسط التي أبرمت ووقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي ألا وهي تونس والمغرب والأردن ومصر. وهناك آلية لمتابعة مزيد تدعيم حجم التبادل التجاري الذي يظل في تقديرنا نحن في تونس دون المؤمل ونسعى إلى الرفع منه، وكذلك بالنسبة للاستثمار المشترك. إذن آلية دول أغادير هي أحد الآليات إلى جانب منطقة التبادل الحرة العربية التي تمكن من 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 الاستفادة من كل المزايا الجمركية والحوافز التي تعطيها القوانين في البلدين إلى مزيد رفع حجم التبادل التجاري وتمكين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال وخاصة الشباب. هناك العديد من الطاقات في بلدينا، هناك العديد من الإصلاحات التي شرع فيها كل من تونس ومصر على الأقل منذ سنتين بإصدار قوانين جديدة تحفيزية في مجال البنوك، في مجال الجباية، في مجال الحوافز لمزيد استقطاب رجال الأعمال والاستثمار الأجنبية. نحن في تونس انطلقنا في برنامج إصلاحي للاقتصاد، خاصة أصدرنا منذ شهر مجلة جديدة وقانون جديد للاستثمار والشقيقة في مصر على أعتاب استكمال هذا القانون. اللائحة التنفيذية الخاصة إذن كما تفضلت سيدتي أنه فيه تمازج وفيه تقارب وفيه تكامل بين اقتصاديات البلدين، وهناك فرص لاستغلالها في أسواقنا الثنائية ومن ذلك الانطلاق سواء إلى العمق الأفريقي أو الدخول إلى السوق الكبرى ألا وهو الاتحاد الأوروبي. نعم، زي ما حضرتك شايف سعادة السفير ومعروض أمامنا على الشاشة، دي صورة للجنة الوزارية المشتركة، أو تحديدا كانت الوزيرة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في هذا الاجتماع مع نظرائها من التونسيين، وكان في نوع من فتح المجال حتى في التعاون مع وزارة السياحة، وزيرة السياحة التونسية. نعم، مصر وتونس من أهم المقاصد السياحية عالميا الحقيقة. نعم، سواء بآثارهم المختلفة أو حتى من ناحية الشواطئ، سياحة الشواطئ. نعم، شكل التعاون في المجال السياحي هيكون إزاي؟ يمكن قطاعات في تونس السياحية مثل مصر تأثرت كثيرا عقب الكثير من التحولات السياسية واللي ترتبت عليها أيضا تحولات اقتصادية الحقيقة. بالفعل تونس ومصر مقصدين أساسيين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، العالم العربي وعلى مستوى الدولي كدولتين سياحيتين ذات جذب كبير ولدينا تجارب منذ عقود. أكيد الوضع الإقليمي وعلى الصعيد دول الجوار تركت انعكاسات على قطاع السياحة في البلدين، ولكن بالرغم ما انتاب المنطقة من بعض أعمال الإرهابية التي أثرت بشكل أو بآخر على قطاع السياحة، ولكن هناك تنسيق. وفي شهر أفريل الفارط أدت السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية التونسية زيارة إلى القاهرة، واجتمعت بنظيرها السيد وزير السياحة المصري، وتم التنسيق على كيفية التعاطي المشترك والتنسيق في كيفية تجاوز الوضع الحالي لمزيد تحسين الإجراءات الأمنية في المطارات وفي المزارات السياحية وفي كل المدن السياحية. لذلك بعد التنسيق هام جدا، ولدينا نحن في منطقة جذب كبيرة. أقولها صراحة أنه لدينا العديد من القواسم المشتركة. نعم، وآخر تنسيق تم كان في القمة الدولية التي استضافتها الأقصر منذ أسبوعين، المنظمة العالمية للسياحة، تم خلالها التنسيق بين الوفدين التونسي والمصري في كيفية التعاطي مع هذا القطاع الاستراتيجي الذي يشغل في تونس أكثر من 1.5 مليون
نعم. بصفة مباشرة أو غير مباشرة عديد القطاعات ترتبط بالسياحة كالصناعة التقليدية وغيرها، والمخزون الحضاري الذي تنعم به تونس وكذلك مصر. إذن هناك تنسيق إدراكا منا في كلا البلدين بهذا القطاع استراتيجي وله آفاق بالرغم الوضع الحالي، ولكن بفضل التنسيق حتى بالنسبة للدول التي ينتمي إليها واللي هي دول التي يأتي منها السياح ننسق سواء في كيفية سياحة خارجية أو حتى سياحة بينية بين الدول العربية. نعم. لأن نعم. لها الحقيقة باع كبير في تنشيط هذا القطاع وخروجه من العصر الحالي، وهذا ما نتطلع عليه. اللجنة على المستوى الوزاري، لكن حضرتك قلت في الربع الأول من العام القادم هتكون على مستوى رؤساء وزراء البلدين. نعم. مصر. نعم. وتونس. نعم. ما تعول عليه من خروج من اتفاقات مشتركة، وأبرز هذه الاتفاقات، وفي أي مجال ستخرج ما بين مصر وتونس؟ أكيد أنه نحن كما قلت أنه نحن بصدد إصلاحات. تونس انطلقت في برنامج إصلاح اقتصادي، ومصر كذلك انطلقت في برنامج إصلاح اقتصادي، ونحن البرلماني البلدين بصدد استصدار قوانين جديدة. إذن نسعى إلى أقلمة والتأقلم مع الوضع الجديد ومع محيطنا الإقليمي والتحديات الاقتصادية في البلدين. نحن في حاجة إلى مزيد من التشغيل، ولا سيما حامل الشهادات. إذن هو التحدي الأكبر هي فيه تشابه للوضعين الاقتصادي في البلدين. أمامنا تحديات هي التشغيل وخلق مزيد من فرص العمل، وهناك قطاعات متشابهة وفرص للتكامل. إذن اللجنة المشتركة التي انعقدت الأسبوع الفارط أعدت رود ماب، معناتها خريطة طريق. نعم. ستعرض على السادة رئيسي الحكومة في البلدين لاعتمادها، وفي ضوء ما سيتم إقراره من توجهات، أكيد نحن في حاجة إلى مزيد تدعيم الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الثنائية، وتحديث أو تطوير ما هو موجود من اتفاقيات وبرامج تنفيذية لكي تعطي الدفع لمزيد تطوير العلاقات في كافة المجالات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. نحن نؤكد على رجال الأعمال اللي هما عندهم مسؤولية إلى جانب الحكومات. نعم. لخلق مواطن الشغل، ويكونوا عندهم الدور الوطني المنتظر ليه منهم، وبذلك نوصل إلى ما نطمح ونرنو إليه من شراكة حقيقية على الصعيد الاقتصادي. قبل الدخول للمجالات التعاون سواء في المجال الثقافي والمجال الفني، واللي كان يمكن أبرزها في الأونة الأخيرة هو تكريم الفنان الكبير المصري عادل إمام في تونس. نعم. في مهرجان قرطاج، وبدعوة من سيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر. الحقيقة بنتكلم عن أيضا خطر ربما بيجعل القواسم المشتركة بين مصر وتونس واجبة في التصدي. ليبيا دولة الجوار، الأوضاع الأمنية في ليبيا، الحالة المتردية على المستوى السياسي إلى حد كبير بعدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية أو الاقتناع بها في الداخل الليبي، انتشار الأسلحة أو الميليشيات المسلحة في الوضع الليبي، وتعاون مشترك بين مصر وتونس لاستتباب الأمور داخليا مرة أخرى. كيف يتم هذا التعاون المشترك؟ بالفعل الوضع في ليبيا هو أبرز موضوع يشغلنا في تونس وفي مصر لانعكاسه المباشر على بلدينا على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي. الكل يعرف أنه قبل اندلاع الأزمة في ليبيا السوق الليبية كانت من أهم الأسواق على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لتونس وبالنسبة لمصر، وما حدث وما يحدث وما سيحدث من أزمة سياسية وأمنية أثر بشكل مباشر. واستقرار الأمني والاقتصادي في ليبيا هو شغلنا اليومي، ويتم التنسيق بين البلدين
للدفع إلى كافة الأطراف في ليبيا إلى مزيد التوافق. وقد استضافت تونس على مدى السنوات الأخيرة عديد القيادات في ليبيا من كل الأطياف ودعتهم إلى مزيد التوافق، ونفس الشيء تقوم به مصر. نعم. وعلى كافة المستويات، في مستوى رئاسي، على مستوى وزيري الخارجية، على مستوى رئيسي البرلمانات في تونس وفي مصر. أخيرها كان في شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بالذكرى 150 للحياة البرلمانية في مصر. كان رئيس البرلمان التونسي موجود واتيحت له الاجتماع والتنسيق، خاطر للبعد البرلماني هام جدا في معاضدة السلطة التنفيذية. إذن تونس ومصر نقوم بدور هام على المستوى الثنائي. أيضا للمصريين العاملين في ليبيا حتى عند تعرضهم للخطر يستطيعوا أن يتوجهوا إلى تونس. نعم، ومن ثم يأتوا. نعم، أستذكر فيما تفضلت به أنه في 2012 و2013 عندما موجات كبيرة من اللاجئين أو بفعل الأحداث وتعكر الأجواء والأوضاع الأمنية، استقبلت تونس عشرات الآلاف من الأشقاء في مصر، وتم استقبالهم وتوفير كل الظروف حتى يرجعوا إلى مصر. وهذا واجب الجوار وواجب الأخوة. وكذلك ننسق على مستوى جامعة الدول العربية. نعم. من ذلك أنه دفعنا نحن تونس ومصر باتجاه تفعيل دور الجامعة العربية في الأزمة الليبية. والأسبوع الفارط تم تعيين ممثل خاص للأمين العام جامعة الدول العربية إلى ليبيا، وهو دبلوماسي تونسي حظي بإجماع كافة الدول العربية. ونتطلع إلى أن تسترجع الجامعة العربية وكافة الدول الأعضاء في إطار من التوافق حتى ندفع الأشقاء في ليبيا إلى الخروج من هذه الأزمة. ينبع الحل عربيا إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا هو وإحنا هذا ما أسميته أنا معناتها الدفع بدور فاعل وأساسي للجامعة العربية في الأزمة الليبية، بالتنسيق مع المبعوث الأممي ومبعوث الاتحاد الأفريقي ومختلف المبعوثين الإقليميين والدوليين في الساحة الليبية. ولكن من الأهمية، وهذا استشعارنا وهذا إرادتنا المشتركة، أنه ضروري أن يكون لدولنا نحن دور وكذلك للجامعة العربية حتى نساعد وندفع الأشقاء الليبيين إلى تجاوز المحنة بما يضمن وحدة واستقرار والوحدة الترابية والسلامة الترابية للشقيقة ليبيا حتى تسترجع. أي مواقف مشتركة أيضا سعادة السفير فيما يخص الأزمة السورية ما بين مصر وتونس؟ كيف تنظر تونس إلى هذه الأزمة وبوادر الحل فيها؟ والله نحن نتطلع إلى أن على المستوى العربي وكذلك على المستوى الأممي نتابع بكل انشغال الوضع في سوريا، وننسق سواء ثنائيا أو على مستوى الجامعة العربية وكذلك على المستوى الأممي، لا سيما وأن مصر شقيقة عضو غير دائم في مسألة الأمن وتقوم. نعم. باسم الدول العربية بدور هام وأساسي، وكلنا ندعم مهمة المبعوث الأممي دي مستورة في سوريا. وإن شاء الله معناتها يتم التوافق على الوقف الفوري لإطلاق النار، وخاصة أن الوضع الإنساني خطير جدا، ونتمنى أن تتجاوز الأمور إلى ما هو معناته يحفظ وحدة سوريا إن شاء الله والشعب السوري. أخيرا في الشق السياسي، القضية الفلسطينية، القضية الأم هي بالنسبة للقضية الفلسطينية ندعم دائما بشكل استراتيجي وبشكل لا متناهي كفاح الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المشروعة في بناء دولته وعاصمتها القدس. وإن شاء الله نحن على مستوى الجامعة العربية وكذلك على مستوى الثنائي لا نبخل بهذا الدعم، وأكيد أنه كلنا كدول عربية وراء كفاح الشعب الفلسطيني من أجل
استرداد حقوق المشروع إن شاء الله. أخيراً الصعيد الفني والصعيد الثقافي والتعاون المشترك وقصة الفنانين التونسيين اللي لقوا في مصر الوطن الآخر ليهم وبيشرفونا دايماً بفنهم وبتواجدهم معنا على الساحة، وتونس ولمحات اللي لفتت بيها نظرنا للفن ومهرجان قرطاج الدائم في تونس وتكريم الفنان القدير المصري عادل إمام في تونس، قصة هذا التعاون. أولا العلاقات الثقافية بين الدول وبين تونس ومصر نعتبرها رافد أساسي وهام لمزيد تدعيم العلاقات بين البلدين، للبعد الثقافي والشبابي مكانة خاصة، وما تواجد العديد من الفنانين والمبدعين التونسيين في مصر، مصر حاضنة الثقافة العربية، وتونس ومصر لديها حركية وديناميكية ثقافية تتجسم في تونس على امتداد السنة في مهرجان قرطاج على في فترة الصيف وأيام قرطاج السينمائية، واليوم هذا المساء تم افتتاح أيام قرطاج المسرحية، والأسبوع القادم أيام قرطاج الموسيقية، وهناك دائما مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. نعم يعني وهذا الأسبوع مهرجان القاهرة الدولي السينمائي الدورة 38، وما نلاحظه ويثلي صدورنا المشاركة المكثفة للمبدعين والسينمائيين والموسيقيين من الجانبين، وهذا ما يسعدنا في مزيد توطيد العلاقة بين الشعبين. وما تكريم السيد رئيس الجمهورية للفنان المبدع الفنان عادل إمام، نحن نعتبروه شيء عادي جدا، وما يستحقه هذا المبدع هذا الفنان هو واجب علينا. وكذلك تم تكريم العديد من المبدعين في المصريين في تونس، ومن بينهم المبدع جميل رتب. نعم. تم تكريمه وتوسيمه من طرف السيد رئيس الجمهورية. إذن ولدينا العديد من البرامج في التبادل الثقافي بين البلدين في كل المجالات. المجال الإعلامي، تونس تستضيف مهرجان للإعلام العربي، شكل التعاون الإعلامي بين مصر وتونس، أي أفاق ربما تكون للتعاون المشترك في هذا المجال؟ المشهد الإعلامي منذ سنوات تغير في تونس وفي مصر، أكيد فيه تعددية إعلامية، قنوات عمومية حكومية، ولكن مشهد تغير، فيه مسحة كبيرة من الحرية الإعلام ودور الشباب. إذن أنا أقول أن التعاون الإعلامي منفتح، ونشهد تونس هي مقر اتحاد إذاعات العربية، وتزور تونس العديد من الوفود والعربية وخاصة المصرية، وإحنا في السفارة نعطي كل التسهيلات لرجال الإعلام والصحفيين والمبدعين حتى يزوروا تونس، وتونس منفتحة، وكل المشهد الإعلامي التونسي يد ممدودة إلى أشقائه في مصر. أخيرا سعادة السفير، تونس بتعتزم إقامة مؤتمر أو منتدى دولي اقتصادي. نعم. عن قريب، تفاصيل هذا المؤتمر الاقتصادي وما هو المرجو أن يخرج به من أهداف معينة؟ بالفعل تونس ستنظم يومي 29 و30 نوفمبر الحالي. نعم. مؤتمر دولي للدعم الاقتصادي والاستثمار الأجنبي في تونس، وقد قمنا طيلة هذه السنة بالإعداد إلى هذا التظاهرة الاقتصادية الدولية الهامة التي ستحضرها قرابة 1800 شخصية أجنبية من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية، و من قرابة من 70 دولة، وبنك رئيس البنك الدولي والمديرة العامة للصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية المالية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية والإقليمية.
نحن في تونس لدينا تحديات اقتصادية نعمل على أنفسنا أكيد. لدينا هذه التظاهرة هي تنظم تحت عنوان تونس 2020 تونيزيا 2020، ونتطلع إلى أن يكون الدعم كبير على الصعيد من الدول الصديقة والشقيقة وكذلك من قبل المنظمات الإقليمية والدولية، وسيتم عرض مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 2016-2020، وسيتم خلال فعاليات هذا المنتدى الدولي الهام تقديم ما لا يقل عن 50 مشروع ستعرض على الاستثمار الدولي، ونتطلع إلى مشاركة هامة من الأشقاء والأصدقاء ومن الدول وخاصة المستثمرين الأجانب للاستثمار لخلق مزيد من الثروة، حتى نتطلع ونحقق ما نرنو إليه خلال فترة المخطط الخماسي 2016-2020 نسبة نمو تقارب 4% وتخلق ما قرابة 400 ألف موطن شغل. إذا هذا موعد هام أيضا ده المشترك أيضا بين مصر وتونس، وهذا يفكرني ما قامت به مصر في المنتدى الدولي للاستثمار في شرم الشيخ. إذا تحدياتنا وتجانسنا في طريقة التعاطي مع التحديات الماثلة معناتها متقاربة وتكاد تكون هي نفسها. إن شاء الله نجاحات لمصر ولتونس ولكل الدول العربية والأشقاء العرب. بشكرك جزيل الشكر سعادة السفير نجيب المنيف السفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية. شكرا على هذه الفرصة وإتاحة الفرصة، وتحياتي إلى السادة المشاهدين على قناتكم. نشكرك لتشريف حضرتك يا فندم في قناة النيل للأخبار وفي تحديدا من القاهرة. شكرا. انتهت الفقرة الحوارية الأولى، لكن ما زلنا مستمرين معكم في من القاهرة، حوارنا اقتصادي أيضا بامتياز حول إصلاحات اقتصادية قامت مصر وتقوم بها على الطريق الصحيح مع الأستاذ هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة. نصف المليار دولار هو حجم التمويل الذي وفره الجهاز المصرفي لتغطية عمليات التجارة الخارجية الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف حسب ما جاء في بيان للبنك المركزي. وفي بيان المركزي أوضح أن العمليات شملت سلعا غذائية أساسية وتموينية وآلات ومعدات إنتاج وقطع غيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخدمات والأدوية والأمصال والكيماويات. وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قال إن البنوك العاملة في مصر وفرت أكثر من 2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي. وفي 3 نوفمبر الجاري حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وأشار المركزي إلى أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى عبر القنوات الشرعية والقضاء على السوق الموازية، وذلك اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة. ومن المتوقع أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام. إذن الإجراءات الاقتصادية أو الإصلاح الاقتصادي التي تسير فيها مصر تحرير سعر الصرف
رفع جزء من الدعم عن الوقود وأيضا صندوق النقد الدولي والدفعة الأولى التي وصلت إلى مصر بحوالي 2.5 مليار دولار. كل هذه الأمور نتحدث عنها مع الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. برحب بحضرتك يا دكتور هشام. مساء الخير. أهلا وسهلا. مر تقريبا أسبوعين صحيح على بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالشكل الفعلي أو اللي لمسه المواطن العادي. تقييم حضرتك للفترة الماضية وكيف تعاملت فيها بنوك مصر المختلفة؟ طيب خلينا نوضح، لأنه بالفعل مر أسبوعين على قرارات البنك المركزي في اتباع سياسة جديدة لإدارة سعر الصرف، اللي هي سياسة أكثر مرونة في التعامل أو التعاطي مع هذا الأمر. لكن ما تأخذ من قرارات من جانب الحكومة هي ليست بداية البرنامج بالمناسبة، ده برنامج مصر للصرف الاقتصادي اللي بالفعل تم المفترض منه أو انقضى منه عامين، والمفترض أنه متبقي له 3 أعوام. هو مؤكد إن إحنا دخلنا مع صندوق النقد في مفاوضات للأعوام الثلاثة القادمة بما فيها الإجراءات الجديدة اللي مش جديدة، لأنه واقع الأمر جزء من هذه الإجراءات تم بالفعل. ما يتعلق بالبنك المركزي وإقدامه على إتباع سياسة مدينة لسعر الصرف، على الرغم إحنا كنا بنقول مهم أنه هذه الخطوة لا يخدم عليها البنك المركزي إلا لما يبقى فيه ليها تجهيز جيد، والتجهيز مش بس كان منوط به البنك المركزي لكن كمان كان منوط به الحكومة، كان منوط به مجلس النواب، كان منوط به مجتمع الأعمال. الحقيقة الخطوات أو القرارات الحاسمة اللي اتخذت على مستوى المجلس الأعلى للاستثمار 17 قرار الهامين أعطوا إشارة جيدة أو انطباع على أنه في تغير على مستوى الدولة. أعقبوا اجتماع اتحاد الغرف التجارية بالتوقف عن التعامل مع السوق السوداء لمدة 2 أسبوع والتوقف عن الاستيراد غير الضروري لمدة 3 أشهر، ثم في اليوم التالي مباشرة أقدم البنك المركزي على خطوته الحاسمة في إدارة مدينة لسعر الصرف. فيما سبق كان البنك المركزي بيحدد السعر، البنوك ملتزمة بهذا السعر، البنوك مش قادرة تقدم سعر أعلى، فكان النقد الأجنبي بيذهب بعيدا عن البنوك يوما بعد آخر، وكان بيقترب بشدة من الرصيف. فالحقيقة المسألة دي كانت مزعجة للغاية، لأنه في مراحل متقدمة كان رجال الأعمال بيجمعوا النقد الأجنبي من على الرصيف عشان يستوردوا بيه، وكنا نشوف بعد كده الدولة هي اللي تنزل تلم الدولار من على الرصيف عشان تستورد بيه قمح. وضع مهين بالتأكيد للاقتصاد المصري، وكان مهم أنه هذا الأمر لا يستمر كثيرا. ده اللي حدث بالفعل، لأنه البنك المركزي أقدم على هذه الخطوة. البنك المركزي اللي هو وجوب تحرير سعر الصرف، وجوبه والبنك المركزي من خلال هذه الخطوة الحقيقة هو استفاد، الجهاز المصرفي استفاد، الاقتصاد والدولة استفادت. البنك المركزي الحقيقة كان بيطرح عطاء أسبوعي كل أسبوع 120 مليون دولار بإجمالي 480 مليون دولار كل شهر، فالبنك المركزي كان بيفقد الاحتياطي بتاعه بيقدمه للبنوك، والبنوك منتظرة العطية اللي بتقدم إليها كل أسبوع علشان تعيد توزيعه مرة أخرى على العملاء. البنك المركزي قال لا، أنا هحتفظ بما يأتي إلي من نقد أجنبي، والبنوك عليها أنها تدبر احتياجاتها من السوق للعملاء وتتحرك مع السوق زي ما السوق بيتحرك. ده اللي حدث بالفعل، إن البنوك بدأت تتحرك بالفعل خلال الأيام الأولى. الحصيلة تخطت 3 مليار دولار، وده رقم مش قليل. أتصور خلال فترة قادمة هيكون في مزيد من تضاعف لهذا الأرقام. الأمر الأكثر أهمية أنه النقد الأجنبي 3 مليار دولار دي كانت في إيد الأفراد. صحيح. نتكلم عن لما اتفتحت البنوك ان هي تاخد العمله الاجنبيه بالتاكيد. واللي شجع على ده كمان خطوه البنك المركزي برفع سعر الفايده على الجنيه كي يزيد من جاذبيه الجنيه ويجبر من لديه دولار على التخلص منه تخوفا من تحقيق مزيد من الخسائر، لانه الخسائر كانت هتبقى مضاعفه في امرين. الامر الاول هو فقدان ما لديه دولار يحتفظ به لمده عام، فقدانه 15% كسعر فايده، لانه البنوك بتقدم سعر فايده على الجنيه 20%، أعلى سعر الفايدة على الدولار في البنوك 5%، وبالتالي اللي يحتفظ بالدولار لمدة سنة بيخسر فيه 15% كسعر فايدة. الأمر الثاني أنه الدولار في الوقت الحالي بنتكلم 15-16، كان الأسبوع اللي فات كان 18، متوقع له خلال الأسابيع القادمة مزيد من الانخفاض، هيبقى 13-12-11، وبالتالي من يحتفظ بالدولار على أي أساس بيتم السعر؟ لأنه هو مؤكد، هو الطلوع كان غير مباشر، الطلوع لل 17 وال 18 ما كانش بيعكس الوضع الاقتصادي، لانه ما فيش حدث انهيار في الاقتصاد المصري. لكن عشان ده وصل جوه البنوك كاسعار رسميه. لا، ما هو على اي اساس عالي وبعدين ابتدى ان هو ياخد مرحله استقرار وحضرتك بتقول لسه هينزل.
خلينا نوضح لانه قبل اتخاذ هذه السياسه الجديده الدولار علشان يطلع في اليوم جنيه واتنين جنيه ملوش مباشر، دي ده بفعل عمليات مضاد، وبالتالي لما الدولار في سعره يعود مره اخرى جنيه واتنين جنيه خلال ايام يبقى ده هو الصعود الهش كان يعقبه طبيعي هبوط هش. مساله ان هو ليه علي في اول يومين ثلاث ايام وما زال في نطاق 15 16 متوقع له انخفاض خلال الفتره القادمه لانه البنوك ما زالت في مرحله تجميع، البنوك ما كانش عندها دولار بتجمعه دلوقتي حريص عليه شويه، والمواطن برضه الى حد ما زال مش عنده درجه ثقه عاليه قوي انه هبيع الدولار ولو حبيته تاني حبيت اجيبه مش عارف اجيبه. فالفتره دي هتاخد اسابيع مش اشهر، يعني التوقع كده خلال شهر كمان خلال شهرين كمان انه هيبقى مزيد من النقد الاجنبي، احنا بنتكلم في اسبوعين 3 مليار، وبالتالي لو مشينا بهذا الريتم يبقى بنتكلم خلال شهرين هيكون في 12 مليار دولار موجودين في البنوك وبيعاد تدويرهم، وبالتالي البنوك حتى وان كانت في الاسابيع الاولى في مرحله تجميع الا انه مش هتستمد على طول بالجمع لانها ده دولار وتكلفته بالمناسبه على البنوك عاليه، وبالتالي البنوك عايزه تتخلص منه كمان، يعني هي عايزه تتخلص من الغالي وتاخد من الرخيص، فطبيعي انه البنوك لازم هتقدم على انها تتصادف فيما جمعته خلال الفتره الماضيه، عشان كده بقول انه الاسعار هتتجه لمزيد من الانخفاض خلال الفتره القادمه والبنوك هتحصل على حصيله اكبر اخذا في الاعتبار اسعار تحديد اسعار العمله. صحيح حضرتك عايز تتكلم على اسعار العمله عشان فكره بس الاسعار تنخفض دي لا اسعار بتشكل هاجس اسعار سعر الصرف مفترض انه لو بتكلم على اسابيع معدوده سعر الصرف هينخفض، هنتكلم على اشهر معدوده مفترض انه اسعار السلع والخدمات كمان هتنخفض. لكن ايه معطياتنا في هذا الامر؟ اولا انه الخطوات الجديده اللي اتخذت شجعت مؤسسات التقييم العالميه علشان تغير النظره المستقبليه لاقتصاد مصر، شفنا ستاندرد بوز بتغير النظره المستقبليه من سالب لمستقر، شفنا مؤسسه ميريل لينش بتوصي المستثمرين والمستثمرين الاستثمار الاجنبيه انها تستثمر في ادوات الدين الحكوميه المصريه، وبالتالي معنى كده انه في تدفق في النقد الاجنبي. بمعنى ايه؟ معلش بمعنى ايه ان هي تساهم في مؤسسات او احنا في عندنا في الدين الدفع في الدين احنا عندنا ادوات الدين اللي بتطرح سواء كان بتطرح بالجنيه او بالدولار او باليورو، ادوات الدين دي الاجانب كانوا بالنسبه لهم اليه توظيف واستثمار جيده للغايه لانه كان بياخد عليها عائد مرتفع، دي ادوات حكوميه وبالتالي مضمونه. فيما قبل ثوره 25 يناير 2011 كان بيستثمر في هذه الاوعيه اللي هو ادوات الدين ما يتخطى ال 10 مليار دولار من الصناديق الاجنبيه. فهذه الاموال بدات تعود مره اخرى وبدانا نشوف صناديق استثمار عالميه بدات ترجع تاني علشان توظف ادوات الدين. هي بتعمل ايه دلوقتي؟ معاها دولار فبتبيع الدولار عندنا ب 15 او ب 16 وبتاخد على التوظيف او الاستثمار في ادوات الدين 17 18 20%، فبالنسبه لها مكسب ما فيش احلى من كده في العالم كله. فطبيعي انه مؤسسات الاستثمار العالميه في الوقت الحالي بتتجه لمزيد من الاستثمار في السوق المحلي في ادوات الدين وبالتالي بتجلب مزيد من النقد الاجنبي، فالفتره اللي جايه هيكون في مزيد من تدفق النقد الاجنبي مش بس اللي كان موجود على الرصيف بيدخل للبنوك لكن كمان الموجود في صناديق الاستثمار العالميه بتعود مره اخرى، وبالتالي مزيد من تدفق النقد الاجنبي خلال الاشهر والاسابيع القادمه هيكون متوفر بشكل كبير، وبالتالي ده هيكون اداه ضغط على السعر فيؤدي انه السعر هيزيد. ده كلام اقتصادي يمكن متخصص الى حد كبير ودي الصوره العامه او الخطوط العامه للسياسه الاقتصاديه المصريه والاصلاح الاقتصادي المصري. انا يهمني المواطن بالشرائح المختلفه، مش هنتكلم عن الشريحه اللي هي يمكن بتمثل 20% في المجتمع المصري او يمكن 10% او اقل اللي هي ما بتتاثرش قوي باصلاحات اقتصاديه، لكن خلينا نقول الاكثر تاثرا اللي هي الطبقه المتوسطه والطبقه اللي ما دون المتوسطه. طيب فيما قبل اتخاذ هذه القرارات الاسعار بالفعل في السلع والخدمات كانت بتزيد، ولما حضرتك تذهبي لشراء اي سلعه فتقولي له سعر ماله اتحرك فيقول لك شوف الدولار بقى بكام؟ حتى لو السلعه ما لهاش علاقه بالدولار. فاستمرار الوضع قبل اتخاذ القرارات اللي اتخذت مؤخرا مؤكد انه استمرار ارتفاع الدولار كان بينعكس على فرصه للتاجر والبايع والمنتج انه يرفع السعر. مفترض انه لما سعر الدولار ينزل مفترض ان الاسعار تعود مره اخرى لمعدلاتها الطبيعيه. ده عندنا عاده ما بيحصلش في الاسواق. ليه بقى؟ لانه احنا عندنا المساله مش مرتبطه باسباب موضوعيه، يعني سواء كان الدولار طالع او مش طالع، سواء كان قيمه مضافه بتفرض او ما بتفرضش، لان الواقع العام
الجزء الأكبر من السلع الغذائية لم تخضع ليه ضريبة قيمة مضافة، وما هذا كنا بنشوف أسعارها بتزيد. صحيح. سعر الدولار ممكن ما يأثرش على عدد من السلع، وما هذا برضه سعرها بيزيد. فالأسعار كانت بتتحرك لمزيد من الارتفاع بسبب ومن غير سبب حقيقي. وبالتالي احنا عايزين نتكلم بقى على موضوع الأسعار بعيدا عن القرارات الأخيرة اللي اتخذت. صحيح في تحميل على الأسعار من مش قرارات البنك المركزي، لكن قرارات الحكومة في تحريك أسعار المنشآت البترولية، ده بالتأكيد بيأثر على تكلفة النقل، بيأثر على تكاليف أخرى، فده ممكن يرفع الأسعار. وبالمناسبة احنا دي القرارات الاقتصادية اللي احنا ماشيين فيها، لأنه تحريك أسعار المنشآت البترولية احنا عملناها في 4 يوليو 2014 وكان مفترض انه هيتم في 2015، لكن تم إرجاء هذه الخطوة علشان أسعار النفط كانت انخفضت إلى حدود 26 برميل للبرميل. هو في بس الإجراء تم بشكل متزامن مع تحرير سعر الصرف. كان لازم يتم بشكل متزامن. ليه؟ لأنه أنا تحريك سعر الدولار أنا بستورد المنشآت البترولية، فلما انا كنت بستورد مشتقات بتروليه على سعر الدولار 8 جنيه 88، بقيت هستورد مشتقات بتروليه على سعر 15 او 16، فوزاره البترول كانت تتحمل كل هذا الفرق، مش هتقدر تستحمله، لانه بالفعل هيئه البترول واخده ارقام مديونيه كبيره للغايه ومحتاجه انها يكون عندها تدفق تمويلي من الذات علشان تقدر تستمر وتقدر تضخ مزيد من الاستثمار. فكان طبيعي انه هذه الخطوه يتم اتخاذها بالتزامن مع قرارات البنك المركزي، لانه خلينا نلفت الانتباه لانه القرارات الاخيره لها عبء كبير للغايه على الموازنه العامه للدوله، سواء كان ما يتعلق برفع دعم السلع الغذائيه الاستراتيجيه، القمح والرز والسكر، كل ده بيستورد من الخارج، كان بيتم استيراده ب 8 88، هيتم استيراده دلوقتي ب 15. الفرق ده الدوله هي اللي بتتحمله. أسعار المنشآت كنا بنستورد على 8 88، هستورد على 15. الفرق ده جزء منه ما زال الدولة هتتحمله، لكن الجزء الآخر تم تحميله على المجتمع عشان تحديد أسعار المنشآت البترولية. تكلفة التمويل المسؤولية مشتركة في التحمل. ما هو أصلي إحنا هدفنا نخفض عجز الموازنة من 12% ل 10%. القرارات اللي اتخذت من شأنها لو لم يتم تدبير موارد إضافية عجز الموازنة هيزيد من 12 ل 14، يبقى إحنا داخلين في حلقة مفرغة، لأنه تكلفة خدمة الدين في الموازنة بنتكلم حاليا في حدود 32%. لو مزيد من التحميل في عجز الموازنة يبقى نسبة خدمة الدين في الموازنة هنوصل بقى 35-40%. في هذه الحالة الدولة دي هتتوقف، وأي حكومة هتيجي مش هتقدر تصادف أي حاجة، لأنه الموازنة اللي موجودة ما فيش في إيدين الحكومة حاجة تديد بيها أمر، لأنه الموازنة هيبقى رايح الجزء الأكبر منها لتكلفة خدمة الدين، جزء رايح ليه دعم. أنا مفروض كمواطن أعمل إيه في ظروف زي دي؟ بتعلى عليا اسعار سواء بقصد او عن غير قصد زي ما حضرتك ذكرت في بعض السلع في الاسواق المختلفه، وفي تضخم حاصل عندي في دخلي، وتحريك سعر الصرف خلى لي قيمه الاجر بتاعي بيقل، ما يتعلق بنسبه كبيره ما يتعلق بالاسعار مطلوب من الحكومه ومطلوب من المواطن. ما هو مطلوب من المواطن؟ تغيير سلوكياتنا. قبل تحريك اسعار الكهرباء كان المسائل بالنسبه لنا مش فارقه قوي، ما انا هفتح التكييفات في كل حته وهفتح الانوار في كل حته، ما الفاتوره كده كده بتجيلي 50 جنيه او 100 جنيه، لكن لما سعر الكهرباء بيتحرك مؤكد انه سلوكي نفسه بيتغير. فيما يتعلق بالبنزين نفس الامر، ما هو انا السعر قليل فمش فارق، فبنزل اركب عربيتي بقعد الف بيها بصرف النظر في مشوار مهم ولا مش مهم، بركب عربيتي لوحدي. لما السعر بيزيد هبتدي افكر والله المشوار اللي انا عامله ده ليه تكلفه، المشوار ليه عائد ولا مش عائد. اول حاجه ترشيد السلوك، سلوكنا هيتغير. ده ما يتعلق بالمواطن، وده على كل مكونات الحياه، اكل وشرب، لبس، تعليم، صحه وما الى ذلك، نتجه لمزيد من الرشد في سلوكيات. ما يتعلق بالحكومه والدوله بالتاكيد هي بتتحرك في استكمال برامج الامان الاجتماعي، تكافل التكرامه، مشروع الضمان الاجتماعي، مؤكد في افكار اخرى بتطرح، الضريبة التصاعديه، الشرائح تزيد شويه عشان ناخد من زاوية الدخول المرتفعه، رفع الحد الادنى للمرتبات، زياده الحد الاعفاء الضريبي، لانه احنا بنتكلم 5000 و7000 اعباء عليه، يعني 12 يعني 1000 في الشهر، محتاجين خلال فتره ما تبقى مثلا 18، بحيث انه
كل من يحصل على دخل مثلا في حدود الالف ونص يبقى ما بيدفعش ضريبه، يبقى ده معناه انه زياده في دخله، بس هي الحكومه مش هتقدر تعمل ده في الوقت الحالي. احنا بنتكلم عجز مزمن في الموازنه العامه الكبير، واحنا ملتزمين عشان المسار الاقتصادي يكون سليم محتاجين ننزل بعجز موازنه ال 12% ده ننزل بيه خلال السنه دي الى ما دون ال 10%، السنه اللي بعديه الى ما دون ال 8%. فالدوله عشان تنجز هذه الامور محتاجه كمان، لانه احنا بالمناسبه بنحمل على الدوله وهي تعبان، بنحمل على الحكومه وهي ما عندهاش. فهو ده ايه فتره زمنيه 18 شهر انا متخيل كده، هو حتى على الاقل يعني ما بين سنه ونص وسنتين فتره زمنيه لاستكمال بقيه اجراءات الاصلاح فيما يخص المنظومه الضريبيه اللي حضرتك ذكرتها. مؤكد كل ما هيحدث وفر مزيد من الوفر داخل الموازنه العامه كل ما هيعطي الفرصه للحكومه او اي حكومه بقى هتكون في تلك الفتره انها تزيد من حجم مساندتها ليه المواطنين محدود الدخل. لكن في ظل الوضع الحالي بالتاكيد خلينا نتفق على انه اي برنامج صحي اقتصادي ليه تكلفه، والتكلفه دايما بيتحملها المجتمع ككل. مهم طبعا ان احنا نراعي محدود الدخل يبقى التكلفه الاكبر بيدفعها زاويه الدخول المرتفعه، دي كلها احنا بنتكلم فيها الحقيقه من وقت لاخر، بنتكلم فيها في الاعلام ونتكلم فيها مع المسؤولين، لكن اللي في ايدين الحكومه واحنا كلنا متفقين مش كتير قوي. وبالتالي هو مهم بقى انه الدوله تتحرك في مصادر اخرى مش بس التحميل على المواطن، يعني مش دايما يبقى الحل السحري والسهل على الحكومة انها تحط ايديها في جيوب الناس. الافضل ان احنا المفترض ان الاجواء الخاصة بالمناخ الاستثماري تكون مهيئة، مش بس يعني الاستثمار، احنا في اولى الشروط هي السعر الموحد للصرف على وجه العجلة والسرعة علشان نبتدي ندخل موارد اضافية للدولة، القانون البناء في المخالفات، الاصول الغير مستغلة على مستوى الدولة، اداء شركات قطاع الاعمال، الملفات دي لازم تتفتح بسرعة لان دي فيها مئات المليارات، دي لو انجزنا فيها نقدر نضغط بشكل جيد على عجز الموازنة ونقلله، وبالتالي يبقى في لدى الحكومة في الموازنة اللي جاية واللي بعديها مزيد من الاتاحة اللي ممكن توفره لمحدود الدخل. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. شكرا. أشكركم على هذه المتابعة في من القاهرة، متابعة قناة النيل الإخبارية دائما مستمرة معكم على مدار الساعة. إلى اللقاء.